حياكم الله مجددا في أهلا. ترد شكاوى كثيرة من موظفين في شركات في القطاع الخاص حول عدم استلام رواتبهم، حول فصلهم من وظائفهم مع أزمة كورونا. من جانب قانوني، ما مدى شرعية مثل هذه التصرفات؟ من أجل الحديث عن هذا الموضوع معي هنا في الاستديو المستشار القانوني الأستاذ عبد المجيد الموسى. عبد المجيد حياك الله معنا في أهلا، واشتقنا لك كثير في أهلا يعني من زمان عنك. ومدى شرعية وقانونية ما يعمل لو شركة ما نزلت رواتب موظفيها بسبب الأزمة أو فصلت بعضهم؟ طيب، لعلي أبدأ بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على المبادرة والدعم الغير حقيقة مستغرب منه لموظفي القطاع الخاص من السعوديين على نظام ساند. فيما يتعلق باستفسارك، طبعا هنا يجب أن نفرق بين عدة أمور، بين الأنشطة اللي تأثرت بشكل مباشر من هذه الأزمة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا وعن جميع المسلمين، وبين الأنشطة اللي كان التأثير عليها غير مباشر. على سبيل المثال، لما نتكلم مثلا على الشركات أو المؤسسات اللي نشاطها فقط في المولات مغلقة يمكن من 3 أسابيع، يختلف الأمر لما نجي نتكلم على الأنشطة اللي نشاطها مثلا في زي مثلا السوبر ماركت، المطاعم، تأثرت بس بشكل غير مباشر، ما تأثرت كثير. نجي نتكلم على الأنشطة الأولى اللي تأثرت بشكل مباشر، شركات الاستقدام، الحلاقين، المحلات اللي في المولات، حصرا في المولات وإلى آخره. هذا ينطبق عليها ما يسمى في القانون نظرية القوة القاهرة. ونظرية القوة القاهرة لما نجي هنا في هذا الشأن نتكلم عنها، طبعا لها 3 شروط. هل تحققت؟ نعم تحققت. إيش الشروط 3؟ الشرط الأول أن تكون هناك قوة خارجة عن إرادة الأطراف. هل هذا تحقق؟ نعم، كورونا كان قوة خارج عن إرادة الأطراف، جعل من التزامات الأطراف متوقفة ومستحيلة التنفيذ. طيب، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني، الأطراف اللي هي الشركة طرف والعامل طرف. نعم. إيه؟ الشرط الثاني اللي هو شرط إمكانية دفع هذا الأمر. هل يستطيع صاحب العمل اللي في المولات أو شركات الاستقدام أن يدفع هذا؟ لا يستطيع ولا يمكن ذلك. حتى مع المساعدات اللي صارت؟ المساعدات بتكلم لك عليها من جانب ثاني. طيب، لأن خلنا نأخذ الثالث. الشرط الثالث أن يكون هذا السبب فجائي غير متوقع حدوثه، ولا طبعا غير متوقع حدوثه قبل إبرام العقد، وهذا الأمر موجود ومحقق في العقود. ما حد توقع أنه بيجي في 2020 فيروس كورونا كوفيد 19 ويوقف العمل. إذا توفرت هذه الثلاث يحق للشركة أنها تفصل موظف؟ نعم، هذا من جانب قانوني. نجي من جانب تجاري، لأنه بعض الشركات مثلا عندها فروع خارج المولات، فما تجي تتعذر بهذه الإشكالية تقول أنا قفلت المولات. لا، هنا ما ينطبق عليك القوة القاهرة، لأنه أنت عندك إمكانية ثانية. أوكي، أنت أرهقت في العقد وفي تنفيذ الالتزامات خصوصا في دفع الأجور، وفي المقابل الدولة من منطلق كلنا مسؤول بادرت بحزمة مبادرات مشكورة، يمكن آخرها اليوم الصندوق اللي أعلن عن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فبالتالي أنت ما تقدر تبرر. الموضوع جدا صعب في التكييف، لأنه حالة القوة القاهرة والظروف الاستثنائية هذه يمكن ما صارت عندنا في السعودية من قبل بهذا الحجم وبهذا على مستوى العالم، حتى مو بس في السعودية، بهذا الحجم وبهذه الأضرار وبهذه الآثار. وبالتالي أجي أكيفها تكييف قانوني، وقد يختلف يمكن حتى البعض في التكييف، لكن أتكلم من منطلق الرأي الشخصي القانوني المبني والمنطلق من نظرية القوة القاهرة. إذا تحققت هذه الشروط مع عدم وجود فروع أخرى لهذه الشركة وهذه المؤسسة يمكن أن يقوم بتشغيلها أو التشغيل عن بعد أو يعمل إعادة هيكلة أو تدوير، فبالتالي أنا أقول أنه حتى يمكن التصريح اللي صرحه وزارة الموارد البشرية ما فصلوا في الأمر، قالوا أنه القوة القاهرة لا تنطبق على مثل هذه الحالات، وكنت أتمنى أنهم يفصلون، لأنه في حالات تنطبق حالات ما تنطبق. وأشار إلى ذلك الأمر الملكي لما صدر قبل أمس تقريبا بالدعم من خلال برنامج ساند، أشار إلى هذا الأمر، وأشار إلى أنه الشركات التي لا تستطيع أن تكمل أو التي تقوم بفصل موظفيها السعوديين فيمكن لها الاستفادة من هذا البرنامج. وبالتالي طيب، هنا وجود هذا البرنامج اللي يدفع 60% من رواتب الموظفين، ألا ينفي قانونيا فكرة القوة القاهرة؟ لا، هذا دعم من الدولة،
الفكرة هنا في الالتزام، هل أنا أقدر أنفذ التزاماتي أو لا؟ طيب الدولة الآن دعمت وفي المقابل عطتني شروط، قالت 60% يستلم وما تصرف راتبة، ممتاز. إذا كان أقل من 5 موظفين سعوديين، إذا كان أكثر من 5 وأقل، إذا كان أكثر من 5 موظفين فبأدعم إلى 70%. طيب 30% من السعوديين وين أوديهم؟ من وين أصرف رواتبهم؟ زائدا الشرط الآخر قال أنه أصرف رواتب جميع الموظفين غير السعوديين، فالشركة قد لا تكون قادرة على هذا الأمر، وبالتالي تدخل في إشكاليات مالية. جميل، شكرا لهذه التفاصيل القانونية. استأذنك أخذ فاصل ونرجع نكمل معك. فاصل ونكمل. حياكم الله مجددا في هلا. نتحدث عن تضرر بعض موظفي القطاع الخاص بسبب أزمة كورونا، واستعرضنا لكم مع الأستاذ عبد المجيد الموسى الرأي القانوني، وباخذ على الهاتف معي الآن أبو محمد وهو أحد العاملين في القطاع الخاص اللي تضرروا من هذه الأزمة. أبو محمد حياك الله معنا في هلا. السلام عليكم. السلام، كيف حالكم يا حبيبي؟ ما أدري صوتي يوصلك؟ واضح جدا أستاذ مفرح. طيب أبو محمد، وش الضرر اللي لاحقك؟ الشركة اللي أعمل فيها أي. إلى اليوم لم تصرف رواتب. من متى؟ لأي أحد من الموظفين. اللي نتكلم عن رواتب شهر مارس، المفروض تستحق في آخر شهر مارس. جميل، تكلمتوا مع إدارتها؟ تكلمنا فقالوا اللي بلغونا فيه بطريقة غير رسمية أنه حيصرفوا نصف الراتب على جزئين، يعني حتى ربع في نصف الشهر، ربع الثاني في آخر الشهر اللي هو لشهر مارس. نعم. طيب وبقية الشهور القادمة أبريل مثلا كلموكم عنه ولا لسه؟ أبدا أبدا ما بلغنا بأي شيء رسمي إلى هذه اللحظة. نوع الشركة. طيب واضح جدا. لحظة بس، لحظة أبو محمد، وش عبد المجيد؟ نوع الشركة. معي عبد المجيد مستشار قانوني، بس عنده كم سؤال لك أبو محمد إذا تسمح. حياك الله أستاذ عبد المجيد. أهلا وسهلا أخوي أبو محمد، الله يعافيك. وش نوع الشركة؟ القطاع، قطاع الشركة يعمل في أي مجال؟ التغذية ولا الاتصالات ولا أي مجال؟ يعمل في مجال التغذية. عفوا، يعمل في مجال التغذية. التغذية؟ أيوة نعم، المطاعم. في مجال التغذية المطاعم. في سؤال آخر؟ طيب نوع عقدك أنت، عقدك مفتوح ولا مغلق ولا مؤقت ولا وش نوع العقد؟ عقد سنة. أي. سنوي نعم. طيب بتسمع الإجابة كاملة أبو محمد، شكرا جزيلا لك. وش رأيك عبد المجيد؟ طيب على عجالة، بالنسبة لأبو محمد قال أنه نوع القطاع اللي يعمل فيه قطاع تغذوي، وبالتالي في بعض القطاعات التغذوية ما تأثرت كثير اللي هي خارج المولات. إذا كان أبو محمد يعمل في قطاع تغذوي محصور داخل المولات فقط فينطبق عليه نظرية القوة القاهرة. طيب وإذا كان لا؟ إذا كان لا هذا شيء ثاني اسمه نظرية الظروف الطارئة، وبالتالي هنا صاحب العمل ملزم أنه يصرف راتبة ونظام كامل. العمل نعم كامل، نظام العمل أعطاه الحق إذا كان والله بيغلق نشاط معين أو بيغلق إدارة معينة أو أنه بيغلق النشاط كامل وفق أحكام المادة 74 من نظام العمل، أعطتها عدة خيارات، يقدر أنه بناء على هالخيارات يتخذ القرار المناسب. يعني قرار صاحب العمل اليوم بصرف نصف راتب مارس قانونيا خطأ؟ قانونيا غير صحيح، لأنه عنده خيارات في المادة 74 من نظام العمل تعطيه إذا كان أنت أغلقت المنشأة أو أغلقت نشاط معين في المنشأة أو فرع تقدر. الموظفين إيش لازم يسوون نظاما الآن؟ الموظفين يستطيعون تقديم دعوة عمالية عن طريق المسار الإلكتروني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم تحال إلى المحكمة العمالية وتأخذ مسارها. طيب الأستاذ نادر الوهيبي مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية معي على الهاتف. أستاذ نادر حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. الله يحييك فرح، الله يحيي ضيفك الكريم الأستاذ عبد المجيد، حياكم الله. أهلا بك. ساند وفكرة 60% وكيف ستصرف؟ جميل. الحقيقة سمعت المكالمة اللي قبل شوي مع الأخ محمد عانه الله، والساند وضع لمثل هالحالات تماما. فخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه استشعر الحالة اللي يمر فيها القطاع الخاص بسبب
يعني شح الموارد الماليه، من ضمنها قطاع المطاعم اللي تكلم عنها الاخ ابو محمد، من ضمنها قطاعات اخرى فعلا تاثرت بشكل كبير، قطاعات التجزئه عموما في المولات التجاريه في غيره اللي اغلقت الان وما صارت تمارس اي نشاط تجاري بسبب الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها الحكومه لمكافحه فيروس كورونا. فصاحب العمل بطبيعه الحال لن يستطيع دفع رواتب موظفيه بسبب شح الموارد الماليه. طيب. فالحل اللي امر به خادم الحرمين الشريفين كان حل الحقيقه مرضي لجميع الاطراف، بحيث انه صاحب العمل يصير غير مطالب بدفع اجور موظفيه اعتبارا من شهر مايو، ويجي ويقدم طلب دعم من التامينات الاجتماعيه ويطلب دعم اذا كان من ضمن اذا كانت الشروط تنطبق على صاحب العمل، فالتامينات الاجتماعيه تتكفل بدفع 60% من رواتب الموظفين لمده 3 أشهر. وناخذ 70% من موظفي كحد اقصى. وندفع لهم 60% لمده 3 أشهر بحد مقابل للتمديد حتى. عفوا بدءا من متى؟ بداية الصرف طبعا التقديم بيصير اعتبارا من 8 أبريل، إن شاء الله يوم الأربعاء بيبدأ التقديم. الصرف بيبدأ من الأول من مايو بمشيئة الله. إيه الأول من مايو يبدأ صرف راتب مايو. طبعا هو صرف راتب مايو ولا صرف راتب أبريل طبعا تعرف هو المؤسسة تودع المستحق في بداية كل شهر، فبالتالي تقدر تسميه راتب شهر أبريل. طيب على مستوى القطاعات أستاذ نادر، في قطاعات تستحق وقطاعات مستثناة ولا لا؟ يعني أقصد نعم أنه اليوم في ها؟ صحيح صحيح صحيح، هو البرنامج هذا موضوع فقط للقطاعات اللي تأثرت من تداعيات الأزمة. ففي قطاعات يعني مستفيده مثل قطاع تجزئه التغذيه، البيانات اللي شفناها انها مستفيده ونسبه المبيعات فيها ارتفعت بشكل كبير. تجزئه التغذيه تكلم عن السوبر ماركت والجروسري او البقاله او غيرها، فهذه كلها استفادت والمبيعات فيها مرتفعه فذلك استثنيت. قطاع الاتصالات ما تاثر ابدا من الازمه فبالتالي استثني. القطاع المالي كله مستثنى من الدعم، لكن معظم منشآت القطاع الخاص تأثرت منها الأزمة وبالتالي تستفيد منها الأزمة. طيب تعطيني بس 3-4 قطاعات تأثرت جدا وتتوقع أنها المستفيدة، بس عشان المشاهدين والمشاهدات يكونوا في الصورة. 1-2-3. والله قطاع الطيران والسلسلة الإمداد حقة التموين وغيره، قطاع الفنادق، قطاع الحج والعمرة، هذه 3 قطاعات تأثرت بشكل كبير جدا جدا جدا. نعم. قطاع المطاعم إلى حد بسيط، يعني ذات المطاعم اللي 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 ما هي المطاعم اللي عندها أنك تأخذ الطلب الخارجي، لا المطاعم اللي فيها الجلسة والمكان اللي ما تبيع للطلبات الخارجية هذه تأثرت بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني أبو محمد القطاع اللي تابع له محق في تأثره، هو تابع لقطاع المطاعم ويقول انه ما صرفوا لهم الا نص راتب مارس ولسه ما صرف. ما في شك انه قطاعهم من القطاعات المتأثرة اذا انطبقت عليهم باقي الشروط الثانية، انهم حولوا اجور موظفينهم وانهم امورهم يعني من ناحية المنشأة قائمة قبل يناير 2020، فهذه خلاص لو تقدم على الدعم في 8 يناير مشيئة الله انها بتقبل. أستاذ نادر شكرا جزيلا لك ولهذه التوضيحات. عبد المجيد باقي معي يمكن دقيقة أو أقل، أستعرض فيها مجموعة حلول من عندك تفضل. الحلول أقول للجهات اللي تأثرت يجب أن يبنى قرار المنشأة ليس على شق قانوني فقط، يجب أن يبنى على مبدأ أو على عبارة كلنا مسؤول، يجب أن يبنى على شق قانوني، شق تجاري، شق اجتماعي، شق المسؤولية وهو الأهم، وشق أيضا مشاركة المجتمع. وبالتالي لما يجي يتخذ قرار لا يتخذ قرار فصل، عنده قرارات أخرى أو خيارات أخرى، ممكن يعطيه إجازة بدون راتب وهو المستفيد، لأنه لو جاء بعد الأزمة إن شاء الله بيحتاج موظفين عشان يستعيد عافية الشركة، وبالتالي لو راح يبحث عن موظفين جدد حيدخل أيضا في دوامة الموظفين الجدد والخبرة والتعلم إلى آخره. فواحدة من الحلول إما أنه يقدم إجازاتهم السنوية المستحقة الآن، أو أنه لأنه الآن نتكلم البعض يقول نظام العمل يقول كذا ونظام العمل، الآن نحن في ظروف استثنائية. نظام العمل تكلم عن الظروف الطبيعية، وبالتالي نحن في ظروف استثنائية، أي قرار يتخذ فيما دون الفصل فهو صحيح بشرط أن تكون المنشأة متأثرة وفق جميل. ما تم إذا ختمت الحلقة بأنه الموظف اللي يتأثر عليه أنه يستفسر من وزارة الموارد البشرية، منطقي؟
نعم وزارة الموارد البشرية والجهات الأخرى أيضا المعنية في هذا الأمر. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المجيد، ونلقاك في استشارات قانونية أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.